انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعود معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة تحت شعار القاهرة تبتكر، وذلك بعد غياب دام 3 سنوات، وتحل البرتغال ضيف شرف لهذه النسخة، وذلك خلال يومي 13 و14 من فبراير الجاري. جايين هنا بنعرض مركبات بننتجها من حاجة اسمها الطحالب، ده مشروع بتموله الأكاديمية وبيموله الاتحاد الأوروبي، وبننتج منه حاجتين، بننتج الوقود الحيوي اللي بيستخدم في المركبات وفي السيارات عشان نقلل الانبعاثات الحرارية، وبننتج أيضا بعض المركبات الطبية اللي تستخدم في علاج بعض الأمراض. احنا بنشارك الحمد لله السنة دي في 10 مشروعات على مستوى الجمهورية، احنا 52 فرع على مستوى الجمهورية، اتقدموا عدد من الطلاب عندنا من كل الفروع، وتم اختيار أفضل 10 اختراعات اتقدمت للأكاديمية. احنا ده المرة الرابعة اللي بنشارك مع الأكاديمية، وشرفنا قبل كده بالاشتراك معاهم وتم فوز عدد كبير جدا من طلابنا. احنا المشروع بتاعنا عبارة عن اير دروب موجه بدقة باستخدام تكنولوجيا عسكرية. احنا استخدمنا الاير دروب بحيث ان احنا ننقل الشحنات عن طريق الاسقاط الجوي، استخدمنا تكنولوجيا عسكرية زي الجي بي اس والاي ان اس، واللي استخدمناها من قنابل الجي دام اللي بتستخدم في التوجيه الدقيق والقصف الدقيق. النهارده المعرض بعرض البروجكت بتاعي، هو مشروع عن مستحضرات التجميل. احنا بنستبدل يعني مستحضرات التجميل الموجوده في السوق، احنا بنعملها بس بطريقه طبيعيه، بنستخدم مواد طبيعيه موجوده بوفره في مصر، وده بيخلينا نتجنب اي مواد موجوده في المستحضرات المستخدمه اللي هي اصلا ممكن تسبب سرطان الثدي ومشاكل تانية كتير.